صباحكم الله بالخير، كل واحد باسمه. الله يبلغنا وياكم شهر رمضان، شهر الطاعات والصدقات. ولكن عندي ملاحظة، شهر رمضان الله يبلغنا إياه تكثر به الصدقات وتفعب والإيمانيات، الله يقبل منا ومنكم. ولكن في خطأ للأسف شائع، هذا الخطأ واللي هو التحجير للفقير. كاش ما فيه، رز سكر. يا حبيب قلبي، المحتاج يبي كاش، يشري بطاقة سوا، يشري كنافة، يروح هو زوجته كافي. لا تحجر له بأداب، انت عليت بيوتهم مساكين رز وسكر وزيت، هذا تقوم استدعت جملة واحد. حتى محجراتي، هذا اللي حجر، اللي بغيت تصدق يحجر المحتاج، عنده خطط. يقول لك لو سويت بطانية شق الكيس عشان ما يبيعه، وخش الرز ابذحه من فوق عشان ما يبيعه. ليش؟ ورا ما تعطيها رز مربص أزين، ولا تمسك الفقير أنت تستحب حجرك وتلبسه مريل وتبدأ أنت تقربه وتوكله رز غصب. شوت ولا قضى آكل ادخل، ولا قضى آكل عند الكراي، ورا ما تدخل بعد معب المعدة وتدبر مع الخلايا، تبدأ تأخذ الرز وتعازله بروتين وفيتامينات ونشويات. عطوا كاش ولا اجمع بينهم، خلوا كاش وعيني ميخال. الشيء الثاني والأهم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حنا بحكم أننا بقصيم، يتقون علينا ناس اللي برا وجوه، يقول عندك تمر توزيع. تمر توزيع يعني يرهش، مو بحق بيت يعني. تمر توزيع يا أخي اللي تصدق مفروض يصير أفضل. انفقوا مما تحبون، يعني لا تأكل ببيتك كلاسيك باب الهند وتصدق ببو سيف. تجيب لبيتك مكرونة بتوني ولا قودي وتصدق مكرونة حزم. وش مكرونة حزم؟ والله ما ادري وش، بس كيشن صار اسمه حزم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. الشيء الثالث والاخير، لا تلحق ما انفقت منا ولا اذى. لا تعطي الفقير خمسة وتقعد فوق راسه ساعد عيلي دعت لك بخمسين. اذكر واحد حاط براد بمحطة، براد ب3000، حاط اللوحات ب30000. يوجد براد، تراك تعديت البراد، لف يمين بو براد، ترى الحارة اللي وراك بها براد، هم اللي جيت لبراد ولا حاط اللوحة بعد. اجلس اشرب وانت جالس، اشرب باليمين، هم اللي جلست ولوحة بعد يمكن تصيره، مش رايك بروتو خلاص ابن حلال، اذكرها لغيرك. حتى من عدم الحاق المن والأذى، إنه ما يدري الفقير من يتصدق عليه. كانوا أصحابي يتصدقون بالليل عشان ما يعرفهم الفقير بالنهار، لقابلهم بالشوارع والطرقات. مو بتجيبوا المكتب تحطوا عند السكرتير، هم من يدخل عليك، هم تكتبوا ذلك مقابل صادقة بالشيك، هم تسلم السكرتير تقول طلع معه صور وحطوا بالملف. طلع بمر منتجي الفلسفة، ليش ما تشتغل يا حبيبي؟ ليش ما تشوف لك شغلة؟ ليش؟ حلا ترى كانت أعطيك 1000 ريال وحسرت به. تكبر المجلس، قال والله يا أخي نعطيهم، بس والله يلعبون بهن، يسافرون يروحون يجون. يا أخي من قالك إن فلوس لك ميب لك؟ يقول واحد إيش رايك نعطي الجمعية الخيرية؟ الجمعية الخيرية الله يحرم حالهم بلشين عاملون عماير، غدا مكاتب عقارية، كل واحد مبنين له برج، يعمرون يرشون بلشين بعمارهم. ضاع الدور يا أخي. أنت الجمعية يعطيك فلوس تروح تعطيها الفقير، لا تستثمر. 70% من مشاريع الجمعية الخيرية كلها متعثرة، كلها وقفت عظم، لأنه مو بتجار. بتالي يحطون دعايات ويحطون يستخدمون الحديث بلوحات الإعلانات علشان تجي. العام الماضي في جمعية خيرية حاطتين 70 سدة بالدعاية، كاتبين رافق أبو القاسم ب1200 ريال. قصد الرسول سلم عليه، كلمتهم قلت شلون؟ قالوا تكفى اليتيم ب1200. طبعا هي ما بكفالة يتيم، هي عانت يتيم، ولا كفالة اليتيم تحطه ببيتك مع عيالك. لكن أنا اللي أزعجان استخدام الحديث، يعني مسوي كأنه تيكت رافق أبو القاسم ب1200 كذا، بيكملون العماير. طبعا الجمعيات الخيرية ما نسيبها هضا، وحنا يرقات أمام جهوده.
ولكن دخلت ما دخلت مو ما دخلت بدأت تعمر وتشتغل وتاجر وتبني عماير والنهاية كلنا وقفنا تعثرا لأنهم مو بتجار. ضاع الجهد بدل البحث عن فقير بين البيوت إلى البحث عن قطعة زينة استثمارية عشان نحط بواقف. بالنهاية الله يقبل منا ومنكم. واحد قلنا له لا تنسى بيت فلان ترى محتاجين. قال لا يا شيخ خمس شايف سيارة هرفي عند بابهم.